مع هاد الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم، واخا اختي يكون الشعر ديالك ميؤوس منه، جربتي كاع الوصفات وكاع الحلول حتى وصفه ما عطاتك نتيجه، كتعاني من صلع سواء النساء او الرجال والفراغات كثيره في الشعر ديالك وغير كتخبيها باش ما تبانش، اليوم ان شاء الله هاد الوصفه هذه اللي غنشارك معكم بزيت الزيتون والثوم ما شاء الله غترجع لك الشعر القوه والكثافه واللمعان كيف ما كان من قبل، واللي غيشوفك غيعرف شعرك تبدل 180 درجه وغتولي تخرجي بالشعر ديالك وانتي راسك مهزوز للسما وما غيبقاش معقدك نهائيا. وصفه اليوم كتعتبر من اقوى الوصفات للشعر، داكشي علاش فضلا وليس امرا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وقبل ما نبداو الفيديو كيف ما العاده اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حتى نتوما صليوا على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله، وتبعوا معايا الفيديو للاخير لانني غنشارك معكم كل شيء مرحله بمرحله ان شاء الله، وما غنبخل عليكم بحتى شي حاجه كيف ما معودكم دائما اللهم لك الحمد. بركه الله حبيبتي، غندوز مكونات الوصفه وطريقه التحضير ديالها. اول حاجه غادي نحتاجوا لها اللي هي حب الرشاد. حب الرشاد ما شاء الله كيقوي لنا بصيله الشعر وكيقوي الشعره من جذر، عرفتوا لنا داك الشعر الرقيق اللي كتشوفوه في الراس ديالكم كيبدا ينبت، حب الرشاد كينبت لنا الزغبه من جذر بحال الفوائد ديال القرنفل، نفس الفوائد ونفس المزايا ما شاء الله بالنسبه للشعر. ما ديوش على هاد الحرقه هذه اللي في يديا اللي ما كتحرقش بحال هاد الحرقه، تعرفوا بينها وبين الكوزينه غير الخير والاحسان. المهم راه واحد الحرقه هي هذيك ماشي مشكل، ان شاء الله راه غادي تشوفوا من واحد السيمانه ان شاء الله كاع 10 ايام غادي تحيد تماما وغنشارك معكم شنو درت ليها. بالنسبه لحب الرشاد غادي تاخذوا واحد الكميه اللي هي تقريبا واحد درهم ولا جوج دراهم، راه كيعطيكم الخير والبركه. حب الرشاد كيف ما قلت لكم ما شاء الله مقوي رائع للشعر، وكذلك كيخلي واحد اللمعه في الشعر وكيخلي الشعر كثيف كينغلب الكثافه. اللي شافك غيقول لك شنو درتي الشعر ديالك، واكيد حبيباتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، راه كتنساوني من اللايكات ديالكم هكا باش كنزيد نتشجع وكنعطيكم اكثر واكثر في الوصفات الطبيعيه والمضمونه كيف ما معودكم دائما في القناه ديالي. الله يسهل على اي واحده ولا اي وحده كيتمنى شي حاجه في خاطره ان شاء الله، فقط خليو لي اللايكات ديالكم والتشجيع ديالكم ونقرا جميع التعاليق ديالكم في اسفل الفيديو. اول حاجه غادي تاخذوا شي طحانه بحال هكا اللي غادي نطحنوا فيها هاد المكونات هادو، غادي ناخذ تقريبا واحد المعلقه كبيره من حب الرشاد، هنا عندي معلقه صغيره غنعبر بها تقريبا جوج معلقات من حب الرشاد. والمكون الثاني عندي هو إيلان او حبوب الدخن، ما شاء الله هذا المكون هذا معروف جدا انه غني بالفيتامين دي وبزاف الفيتامينات الغنيه جدا بالنسبه للناس اللي عندهم الركب، مشاكل ديال الركاب او مشاكل ديال الروماتيزم، الناس اللي عندهم كيعانيوا من مشاكل ديال المفاصل بصفه عامه. الإيلان او حبوب البشنه او حبوب الدخن رائع جدا جدا لهذا المشكل هذا، وكذلك الناس بزاف ما عارفينش الفوائد ديالو بالنسبه للشعر، راه كيقوي لنا بصيله الشعر وكيخلي الشعره ما شاء الله كثيفه، زائد كيخلي واحد اللمعه وواحد الترطيب في الشعر رائع جدا. دونك استعملوا توا من واحد المعلقه كبيره. وهنا عندي المكون الثالث اللي هو السانوج او الحبه السوداء الغنيه عن التعريف وكل شيء كيعرف الفوائد ديالها بالنسبه للشعر، انها ما شاء الله كتقوي الشعر كذلك وكتخلي الشعر ما شاء الله كثيف. والناس اللي عندهم الصلع او الفراغات الاماميه وراثيا او اللي عندهم مشكل ديال التعلبه، سواء الناس اللي كذلك الرجال اللي عندهم اللحيه ديالهم فيهم التعلبه او لا النساء اللي عندهم الفراغات الاماميه في الشعر بزاف او اللي عندهم الخلفه ما كتبغيش تنوض الشعر ما كيبغيش يطوال، السانوج او الحبه السوداء راه هي الحل ديالكم، وهاد الوصفه غتكون ان شاء الله الحل النهائي ديالكم باذن الله. غنستعمل ملعقه كبيره كذلك من السانوج او الحبه السوداء. هنا غنطحن جميع هاد المكونات ديالي حتى غنحصل على واحد البودره او واحد الخليط اللي هو غبره، وغنعاود نرجع معكم باش نكمل معكم ان شاء الله باقي المراحل. فوالا حبيباتي، هنا من بعد ما طحنت هاد البودره ديالي ديال الايلان او حبوب الدخن وكذلك عندي السانوج وحب الرشاد، ما شاء الله كيعطيونا هاد البودره الغنيه جدا الفيتامينات المفيده لصحه الشعر، وكذلك الناس اللي كيكون الشعر ديالهم ميؤوس منه كيف ما كنقولوا، جربوا جميع الوصفات، جربتوا جميع الوصفات ما خليتو ما درتو وتوصفوا ما عطاتكم نتيجه، جربوا هذه ان شاء الله غتكون هي الحل الاخير بالنسبه لكم باذن الله، لانها صراحه كتقضي كذلك مع الناس اللي عندهم مشاكل في الشعر ديالهم اللي هي كبيره بزاف، اللي عندهم التونيا واللي عندهم الصلع، غتحاولوا انكم هاد الكميه كامله ديروها في شي قريعه ديال الزاج، ضروري تكون قريعه ديال الزاج باش هكا نحتفظوا بالخليط فيها وما يفسدش معانا. فوالا صافي، انا هنايا درت الكل في هاد القريعه هادي ديال الزاج. هنا عندي
المكون الرائع جدا اللي بزاف الناس ما كيستغناوش عليه نهائيا في الوصفات الطبيعيه اللي هو الثوم. ضروري ما تكون عندكم الثومه البلديه، ضروري تكون البلديه هذه الحمراء، لان هذه هي اللي مجهده ما شاء الله وكتعطينا هذاك المفعول. من الاستعمالات الاولى كيبان لكم الشعر تبدل 180 درجه. ضروري ما تاخذوا هذا الثوم هذا اللي كيكون احمر، ماشي داك الثوم اللي كيكون ابيض او الاصفر، خذوا هذه النوعيه ديال الثوم هذه. غناخذ تقريبا واحد جوج فصوص من الثوم. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الطونسيون، ممكن انكم ما تستعملوش الثوم وتستغناو عليه، يعني على حسب. الناس اللي عندهم مشكل كبير في الثوم، كيروه كيدوخوا، ولا عندهم مشاكل صحيه، تقدروا انكم تستغناو على الثوم وتستعملوا فقط الوصفه كيف ما هي، كيف ما هذه البودره هذه، ونضيفوا لها كذلك مكونات اخرى صافي، وتستغناو على الثوم. ولكن الناس اللي ما عندهمش مشاكل نهائيا في المشاكل الصحيه لا قدر الله، استعملوا فقط الثوم مع هذه الوصفه وغتشوفوا ان شاء الله نتائج رائعه. راه هذه الوصفه البنات اش غنقول لكم، راه شي حاجه اللي هي روعه روعه، راه غنعيا ما نشكر فيها، وحتى شي وحده ما غتعرف بالقيمه ديالها الا لا كانت جرباتها. ملي غتجربيها خصك ترجعي عندي للتعاليق وتقول لي رايك بصراحه عليها. غنتسنى ان شاء الله جميع التعاليق ديالكم. غادي ناخذ هنايا واحد الموس، غير غادي نتكها شويه غير هاد الثوم هادي فوالا، غير باش يدخل ليها الزيت وكذلك تدخل ليها هاد البودره اللي خلط اللي طحناها بحال هكا، وتخليوها بالقشور ديالها، لان الثوم بلا قشور راه بدون فوائد. راه القشور ديال الثوم هما اللي فيهم الفائده الكبيره بالنسبه للشعر. غنضيف كذلك الضرس الثاني بنفس الطريقه، وانتم كتفرجوا حبيباتي ما تخسروا حتى شي حاجه، اللي خليو فيها اللايكات ديالكم في اسفل الفيديو، هكا كتزيدوا تشجعوني اكثر واكثر كيف ما قلت لكم. خليو فيها اللايكات ديالكم والتشجيعات كيف ما العاده. بغينا هذا الفيديو يوصل ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات، وبارطاجيو علاش لا مع الناس اللي عندهم هذه المشاكل هادو، اولا مع الناس اللي كتعرفوا لكم الاجر كذلك باذن الله. صافي، انا من بعد ما وضعت جوج فصوص من الثوم بعد ما غير شويه تكيتهم بالموس، وهنا عندي زيت الزيتون ما شاء الله الرائع جدا بالنسبه للشعر. ما تقدوش انكم تبدلوه بشي زيت اخر، ضروري ما تستعملوا هذا الزيت وتزيدوا معاه زيوت اخرى، مثلا زيت الخرواع، او حنا غنشوفوا ان شاء الله الزيوت اللي نقدروا نضيفوا مع الزيت زيتون. ولكن يعني كوصفه اساسيه باش غنخلطوا هذه الوصفه كامله، لابد ما تستعملوا لي اختي زيت الزيتون، لان زيت الزيتون كيخلي واحد اللمعه في الشعر، وكيرطب الشعر، وكيقوي لنا بصيله الشعر، وكذلك رائع بالنسبه للناس اللي ما كيطوالش ليهم الشعر ديالهم، او الناس اللي عندهم تقصف بزاف الشعر ناشف ومتقصف وجاف. راه زيت الزيتون غيرجع لكم الحياه للزغبه، زائد هاد المكونات هادو غيعطيونا واحد التركيبه رائعه بالنسبه للشعر. غادي نضيف غير الجهه تقريبا اللي غيتغطاو فيه هاد المكونات هادو صافي. وهنا عندي زيت نبتة القمح، تقدروا تستعملوا زيت الخروع، زيت أرغان، كذلك تقدروا تستعملوا زيت سمسم، المهم أي زيت عندكم كيلائم الشعر ديالكم استعملوا. أنا عندي هنا زيت نبتة القمح، كذلك مقوي رائع للشعر، كيغدي لنا بصيلة الشعر وكيغدي لنا الزغبة. نضيف تقريبا واحد تقريبا جوج معلقات من زيت نبتة القمح، ونضيف هنا كذلك زيت الأفوكادو أو زيت الأفوكا اللي كيعطي ترطيب للشعر وكيعطي لمعة للشعر، دونك باش تعطينا واحد الوصفه اللي هي متكامله، ترطيب وتقويه وتطويل الشعر. كميه لا باس بها، ما تقرموش البنات في الزيوت، استعملوا بكثره الزيوت صافي. وغادي نضيف هنا كذلك عندي زيت زنجلان البكر، ما شاء الله هذا الزيت هذا راه ما كنستغناش عليه في الوصفات ديال الشعر، لانه كذلك رائع ممتاز للشعر، وكيقوينا بصيله الشعر، اوكي نبت لينا الفراغات من جداد. اي حاجه مشاركها معكم في هذه الوصفه هذه، كنطلب منكم انكم قبل ما تجربوا الوصفه دخلوا قراو على مكون بمكون، وغادي نشوفوا ما شاء الله الفوائد ديال الوصفه ديالنا شنو غادي تعطيو هذه التركيبه الرائعه. راه غير من المكونات كيبان لكم العربون كيف ما كنقول. صافي هاي هي الوصفه ديالي واجده، تاخذوا واحد المعلقه وتخلطوا لي ضروري هذا الشيء باش ينسجم مع بعض. هانتوما كينسجم ليا الخليط مزيان 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 مع داك الثوم كذلك. وغادي تاخذوا البابي الومنيوم، ضروري انكم تاخذوا، ولا تاخذوا هكا شي زيف اللي يكون هكا كحل، ولا شي حاجه اللي غادي تغطيو بها هاد القرعه تماما باش ما تدخلهاش الاضاءه ولا الشمس نهائيا.
وتغطيوها بابي الومنيوم كيف ما قلت لكم وديروها في شي بلاكار تخليوها تقريبا واحد 10 ايام يوميا. جبدوها وتخلطوا بحال هكا مزيان 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 باش هذيك التوم كيدخلوا فيها جميع العناصر وكذلك كتطلق الفوائد ديالها. وهاد الاعشاب هادو اللي درناهم او لهاد المكونات اللي درناهم كيتخلطوا مزيان مع الزيت وكيطلقوا كاع الفوائد ديالهم. ضروري ما يوميا تخلطوا مزيان مزيان وتخليوها 10 ايام في بلاصه مظلمه وديك الساعه تبداو تستعملوها بصحه وراحه. تاخذوها وتصفيوها من هاد المكونات هادو وكذلك من داك التوم غيكون طلق جميع الفوائد ديالو. وتاخذوا فقط ديك الزويته اللي طلقات فيها كاع هادشي بقاو تشقوا بها الشعر ديالكم مزيان مزيان وتركزوا على البلاصه اللي فيها الفراغات والبلاصه اللي فيها كيطيح لكم الشعر بزاف او لا عندكم الخويه بزاف ولا مثلا الناس اللي بغاو ينوضوا غير الخلفه ديروها في الامام ديال الراس ديالكم كتنوض الخلفه. ولا الرجال اللي عندهم التعلبه ولا عندهم التونيه في اللحيه ديالهم ديروها كذلك في اللحيه ديالكم. دونك نساء ورجال ممكن يستعملوا كذلك ممكن يستعملوا حتى بديتي هكا من 12 عام للفوق ما كاينش مشكل. الا عندك بنتك شعرها خفيف استعملي لها الوصفه حضريها ليك والبنيه ديالك. ضربي عصفورين بحجر ان شاء الله وحيدوا العجز وجربوها ورجعوا عندي البنات وردوا عليا الخبر. البنات والدراري بجوج بكم ردوا عليا الخبر ان شاء الله في التعاليق غنقرا جميع التعاليق ديالكم. وصافي غادي نداوموا عليها تقريبا واحد جوج مرات في الاسبوع حتى ثلاثه مرات في الاسبوع وقت ما درتوها ماشي مشكل لانها كلها طبيعيه وغير مضره نهائيا. صافي من بعد ما ديروها هكا في الشعر ديالكم تخليوها تقريبا واحد ساعتين كما كان وتدخلي دوشي خشي بالصحه والراحه. هذا ما كان وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم ونتمنى ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبير عليكم. باي باي.